35 الحاضرون 39 باش ان شاء الله تمر هذه العمليه واحد الجو ديال التفاهم واحد الجو ديمقراطي ان شاء الله، وان الجلسه غتكون ان شاء الله فريده من نوعها لانه عندنا رئيس واحد. في هذه المناسبة وعن عن طريق قناتكم زوم 7 كنشكر هاد الساكنة هذه وكنعبر على الامتنان ديالي ليها، وكنقول ان شاء الله سنكون دائما الى جانبهم ولن نخيب ظنهم ان شاء الله. فيما يخص البرنامج كما سبق ان البرنامج ان شاء الله سيكون برنامج طموح، برنامج غيكون متكامل، برنامج غيكون متناسق، وبرنامج غيكون موحد، غيخرج ان شاء الله نحاول نعملوا في اطار ندوة الرؤساء مع السيد العمدة ومع باقي رؤساء المجلس المقطعات اليوم. ايضا اخوه كنتمنى لهم التوفيق في المهام ديالهم اللي تم انتخاب اليوم في نفس الساعه في باقي المقرات. ان شاء الله البرنامج غيكون متكامل وغنزلوا عليه ان شاء الله في اطار واحد ديناميه جديده من اجل تنشيط المقاطعات الاربعه، لان حنا كنعرفوا بان النظام الجديد ديال نظام الجامعات نظام وحده المدينه ونظام المقاطعات ان ما نجحش في التجارب السابقه، غنحاولوا نجحوا لان التجارب السابقه كان كيتم فرز الرئاسه ديال مجلس المدينه كيكون رئيس واحد الحزب معين، رؤساء المقاطعة من احزاب اخرى، وكيكونوا تصفيه الحسابات بين رئيس مجلس المدينه العمده او بين رؤساء المقاطعات. هذا هو السبب اللي كيخلي ان البرامج ما كتكونش طموحه وما كتنتجش ارض الواقع. حنا نحاولوا بما ان الساكن ديال مدينه طنجه بو انت الصداره لا على صعيد مدينه طنجه وعلى صعيد المقاطعات، نحاولوا نزلوا بواحد البرنامج اللي يكون تصور ديالنا كحزب العداله والتنميه باش نزلوا بهذا البرنامج، نتمنوا انه يكون ان شاء الله كيهتم بمشاكل الساكنه اللي هو طبعا التدبير المفوض، مشاكل الامانديس، الاناره العموميه، النظافه، البنيه التحتيه، اشغال الصيانه ديال الطرق، باقي المجالات التربويه، ملاعب القرب، نوادي دور الثقافه، الاهتمام بالمراه، بالطفوله الى اخره. نتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نساهموا ايضا ان نستكملوا المسيره ديال الرئيس السابق اللي في المناسبه كنشكر السي فؤاد العماري اللي كان صديق عزيز عليا، ونتمنى له التوفيق في المسيره السياسيه ديالو. ان طبعا ان هناك برنامج كبير اللي شنو صاحب الجلاله في المرحله السابقه اللي هو برنامج طنجه الكبرى، هذا البرنامج راه كبير جدا وفيه كل ما يمكن ان يسال عليه الانسان عيوجدوا في هذا البرنامج هذا اللي هو برنامج كيهتم بالجانب الصحي، الجانب الثقافي، الجانب البنيوي، البنيه التحتيه، الجانب يعني كل شيء اللي كيتمنى المواطن الطنجاوي انه كيتوجد في هذا البرنامج هذا. نتمنى اننا نكملوا ان شاء الله هذا البرنامج هذا، ونتمنى ان من الله سبحانه وتعالى ان صاحب الجلاله يزيد العصر ديالو على المدينه هذه ويزيدنا ببرامج اخرى تنمويه، وان شاء الله سنكونوا في الحديث ان شاء الله، والله المعين ان شاء الله.